السلام عليكم ورحمة الله إخواني. خلينا نشوف هالشوفة ونسمع هالسمعة بعدين بنحكي بإذن الله. اتفضلوا بارك الله فيكم. ما دار الضريح جريح إلا خرج من عندهم وهو صحيح. أول بند أول باشتان قال ما زار الضريح جريح إلا وخرج من عنده وهو صحيح. بيدخل الجريح على الضريح بيطلع من عنده الصحيح. إذا لابد أن نعطي إعاز لمشفى مجتهد ومشفى المواساة. كل ما إجاكم جريح بعتول عن سيدنا، لا تعجوا وتعذبوا حالكم، بعتول عن سيدنا بيطلع صحيح من عنده. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوفي عنده كمان سيدنا، هاتوا نشوف. ما دخل مريد إلى المقام إلا وخرج وهو عالي المقام. ما دخل مريد إلى المقام إلا وخرج إيش؟ هو عالي المقام. يعني إخواني بدنا نسيطروا على هذا المريد المريض، طبعا أنا مسميه المريض، هذا المريد مريض، بدنا نسيطروا عليه في حال حياتهم وبعد وفاتهم مع كل أسف. بدنا يدخل المريض اللي هو المريد لعند سيده بعد ما يموت وهو ذليل، حتى إيش؟ حتى يكرموا سيده ويطلع به وهو عالي المقام. إخواني اتقوا الله في أنفسكم واحذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء. إيش كمان عنده سيدنا؟ طبعا هذا الشيخ محمد أبو الوصل أظن أو أبو القطع بيقولوا له، من طلاب الشيخ رجب والشيخ أحمد كفتاره. شيخك بدللك في مقامه أكثر لو كان في مكتبه حي في بيته بأهل مين أكثر، وبدللك أكثر وبيسهل فيك أكثر. ويا ابني ويا ابني لا تخرج إن شاء الله إلا مجبور الخاطر بإذن الله تعالى. يا ابني ويا ابني والله هدول عم يكذبوا عليكم، والله يا ابني ويا ابني هدول عم يكذبوا عليكم والله. شيخك لا بيأهل فيك ولا بيسهل فيك ولا له دريان فيك أصلا. شيخك إن كان من أهل الصلاح فهو من أهل الصلاح، وإن كان من أهلي والعياذ بالله أهل العذاب فهو من أهل العذاب. شيخك الآن شو بده؟ بده إياك ترفع إيديك إلى الله عز وجل وتسأل ربك أنه يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه، قول يا رب تغفر له يا رب ترحمه يا رب تتجاوز عنه. هيك بده شيخك الآن. أما فاضي شيخك رحب فيك والآن في قبره والعياذ بالله، ما ندري إن كان يعذب أو ينعم. على كلا الحالتين إخواني لن يسمعك شيخك وهو في قبره ولن يشعر بك أصلا. فاتقوا الله في أنفسكم إخواني. إخواني الميت بينه وبينه برزخ الآن، انتهى الأمر، صار في عالم البرزخ في عالم آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نزور المقابر. لماذا إخواني؟ حتى نعتبر، حتى نتعظ، حتى نعرف حقيقة هذه الدنيا. هو والله إذا كنت جريح تدخل لعند سيدك بتطلع صحيح، وتدخل لعنده بتطلع وأنت عالي المقام. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني احذروا هؤلاء، والله يكذبون عليكم. هذا الشيخ المرة الماضية عمل لك انصابك قديم، استغيث بشيخنا بيجيك من قبره وبيغيثك. لما كان بحال حياته ما كان يغيث حدا والعياذ بالله، يا دوب هو كان يغيث حاله بحاله. اتقوا الله في أنفسكم إخواني، واحذروا احذروا 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 هذه العقائد الفاسدة، هذه العقائد التي تودي بصاحبها إلى النار إن لم يتوب منها. أسأل الله أن يتولانا برحمته، اللهم آمين اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.